لما الكويت يتجاوزون على شبه العراقي، لا احنا ولا الحكومه الحاليه ولا حتى المختلفين مع الحكومه ولا الشعب يسمح لي. هو السؤال هنا، لماذا يستعجل العراق استاذ جاسم؟ نعم. لماذا يستعجل العراق تنفيذ هذا الاتفاق؟ هو يستطيع ان يناور، يتركه للزمن، ليش يروح ينفذ بصراحه؟ سواء كان اتفاق اممي، كثير من الملفات الامميه نعم. عالقه منذ سنوات، احنا ليش ما نترك هذا الملف عالق؟ ليش نروح ننفذ؟ العراق عليه ضغوطات امميه على ترسيم الحدود مع الكويت، هذه نقطه يعني ما يختلفون عليها اثنين. وهذا ترسيم الحدود بس مو وعليه ان يقتنع، عليه ان يقتنع، ولكن العراق لم يقتنع باخذ شبر واحد من اراضيه، لا الحكومه الحاليه ولا الشعب يقبل، ولا نحن ولا انت ولا الاخوه الحاضرين يقبلون ان يمس كرامة شعب العراق وسيادة العراق وأرضه ومياه. هذه سيادة عراقية لا يمكن التجاوز عليها. المشهد تشوفه اللي جاي يصير الآن من صناعة رأي عام، من اعتراض ومن امتعاض على قصة هذه المنطقة الفاصلة، تضعه في مساحة الاستهداف لحكومة السوداني؟ نعم نعم، هذا وجهة نظري الشخصية. أنا أعرف أنه هاي أرض حرام، أنا كنت بالبصرة، هاي أرض حرام بين العراق وبين الكويت، ما أخذوا من الكويت، ما جو أخذوا شبر واحد من أرض العراق، فقط يريدون هذول المتجاوزين يترحلون إلى، يبتعدون على الأرض الحرام يرجعون إلى مساكنهم اللي عوضهم وانطهم بناء المجمعات السكنية. أما في حالة إذا صار العراق مثل ما أسف زميلي قال، العراق الكويت مو قد العراق حتى يأخذ منه شبر واحد، هو شنو اللي يضمن هذا؟ السفانة تروح عليهم تأخذه. أستاذ جاسم شنو اللي وين تروح؟ والله ما ياخذون منها شبر. هاي الناس بالبصره اللي قاتلت القوات الامريكيه اللي خلتهم ما قدرت تدخل الى ان انطوا ضحايا وشهداء وتفاوض ودماء، هي بغداد سقطت وسفان بعد، يقدرون الكويتيين ياخذون شبر من اهل البصره؟ مستحيل. والله هسه احنا ليش دائما نركن للغه القوه؟ نعم، انت استخدام منطق عندما انت ما عندي وسائل انا اقدر اخذ حقي. لا استاذ عزيز، انت عندما تكون قوي ما حد ياخذ منك شبر من حقك، وعندما تكون ضعيف. العراق قوي بشعبه وبحكومته، قرارات سياسيه مرهونه مسلوبه. شنو الشعبه؟ شنو الشعب انت تقول هسه؟ نعم، مفروض العراق اكو قوه شعبيه رافضه لهذا الاستهداف ورافضه. هذه ما راح تكفي القوه الشعبيه، لا تكفي. إذا شافوا تخاذل من السياسيين أن يعطون شبر من أرض العراق، صدقني ما راح يخلون يأخذون شبر.